إخواني أخواتي، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم الوجهة السوق ديال الخميس لنجرة. خميس لنجرة بعد حاليا دابا متوقف بالقرب من طابولة، وبالضبط تقريبا في الروم بوان ديال المارشي ديال تطوان، واستعدوا إن شاء الله الرحمن الرحيم نطلقوا في اتجاه خميس لنجرة. بقوا معايا بسم الله. على بركة الله، بسم الله مجرها ومرسها. المدار ديال المارشي ديال تطوان كيف ما قلنا ديال سوق الجملة ديال الخضار هو هذا اللي قدامي دابا انا، وغادي نديرو الرومبوان ديالنا وغنرجعو. وهذا الرومبوان ديال المارشي سوق الجملة ديال الخضار، وغادي نديرو الرومبوان ونرجعو ان شاء الله في اتجاه خميس لنجرة. غير هو غادي نحاولو نمشيو مع واحد الطريق مختلفة شي شوية على الطريق الرئيسية. هذا الطريق لان بحكم الاشغال اللي كتعرفها دابا الطريق الرئيسيه ديال الخرجه ديال تطوان، في لا سيما على مستوى المدار ديال افريقيا اللي حدا لوطيل بالوما، دابا الان راه هما بصدد واحد الانشاء ديال واحد النفق باش يسهل عمليه المرور ويخف من الاكتضاض اللي كتعرفوا هاد البلاصه خاصه في وقت الدروه. دابا حنا غادي نمشيو ان شاء الله على طابولة، غنطلعوا دابا طابولة ان شاء الله، ومن تما غادي نخرجوا على سطينا، وهذيك هي طريقنا لخميس لنجرة. دابا هنا دابا راه حنا طالعين ان شاء الله لحي طابولة. حي طابولة حي شعبي كيتوفر حتى هو على واحد السوق نموذجي، يلاه تكريا غير جديد، يلاه يعني حديث النشأة. ايوا من هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نخرجوا عاوتاني في كيف ما قلنا على جماعه صدينا. دابا راه حنا في وسط في القلب ديال حي طابولة، الشارع الرئيسي ديالها هو هذا. والشارع الرئيسي ديال حي طابولة، هذا المسجد الرئيسي ديالها نتا حنا دابا خلينا على يدنا ديال اليسار، وغادي نكملوا السير ديالنا في اتجاه سدينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. نحاولوا نختصروا الطريق من هنايا. دابا الجو ديال الصباح، الناس كلها اللي غادي للخدمه غادي للخدمه، واللي في طريقها للمدرسه في طريقها للمدرسه، الجو شي شويه بارد، كان البروده ديال الطقس شديده في هذا الصباح، وعاد ما كاينش داك الرياح دوك الرياح المالوفه هنا في ناحيه الشمال بصفه عامه، وبالرغم من ذلك كاين البرد. هي الطلعة ديالها. دابا حنا تقريبا حنا بدينا نخرجو دابا من طابولة، إيوا نسأل الله السلامة لينا وللجميع، سواء الصاعقين ولا الراجلين ولا كاع الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايوا نشوفوا هذا السوق كيفاش داير. كما قلنا اليوم الخميس، يعني باش تكونوا على فكره، الخميس السوق اللي كاين هنا في هذه النواحي ديال تطوان هو الخميس لنجرة. كاين عده اسواق هنا في هذه المنطقه ولا في هذه النواحي ديال تطوان بصفه عامه. نبداو من نهار الاثنين، كاين السوق ديال بني حرشن. هذا السوق ديال بني حرشن، هذا بني حرشن كتوجد تقريبا ما بين عين الحصن
وكروشي بلانكو. كروشي بلانكو هي الرومبوان، هي المدار بالضبط اللي كيدي للعرايش وكيدي لطنجة، يعني قدوما من مدينة تطوان. هذيك هي كروشي بلانكو. وهاد كما قلت بني حرشن كتواجد، يعني كما قلنا ملي كيتسالاو المعرجات ديال العين الحصن في اتجاه طنجة، كيبقى الدورة ديالها هي على يدنا ديال اليسار. قلنا الاثنين ديال بني حرشان، كاين الاثنين ديال ملوسة. الاثنين ديال ملوسة كيعمر بزاف. الثلاث ديال تاغرمس، هذا الطوبيس الستة اللي كيجي من هاد المنطقة هذه بالضبط اللي حنا قربنا دابا صدينا، اللي كيمشي لوسط المدينة ديال تطوان. قلنا الاثنين ديال بني حرشان والاثنين ديال ملوسة. كاين الثلاث ديال تاغرمس، الاربع ديال بني حسان. هذا السوق كبير يعني كيعمل بزاف. الاربع بني حسان، خميس لانجرا، الجمعه ما كاين حتى شي حاجه، السبت ديال وادلاو، الحد ديال بغاغزا. هذا السبت ديال وادلاو حتى هو كيعرف واحد التوافد ديال البيع الشرايا كثارين، ولا سيما على المستوى ديال بيع الابقار والاغنام وما الى ذلك. كنا هضرنا سابقا على الغابة ديال النقاطة وما تزخروا به من مؤهلات، بما في ذلك البارك دي جو الدراري، الباركين يعني غراتويت، المسائل فين ممكن الانسان يوجد الغداء ديالو، الماكلة ديالو، يطيب الماكلة ديالو الى غير ذلك. دابا حاليا حنا كنتواجدوا بالجانب ديالها على يدنا ديال اليسار، من جهة اليسار. احنا دابا بدينا كنقربوا شي شويه للناحيه ديال صدينا، وها احنا دابا على مشارف ديال المعمل ديال الاسمنت اللي كتلاحظوها، يعني الغازات المنبعثة من داك المعمل كما كتلاحظوها هي جليه جدا، يعني بشكل واضح. الغابه كما قلنا ها هي دابا على يدنا ديال اليسار، هاد الجبال اللي على يدنا ديال اليمين ديال سامسة. الطوبيس 25، الطوبيس 25 ها هو جاي من صدينا. اما الشاحنات هادي يعني كتوافد على هاد المكان بشكل كبير، نظرا لوجود عدة مقالع الرمال. كنا هضرنا كما قلنا على هاد الغابة، الغابة هاد الدخلة ديالها ها هي فين، ها هي غابة النقاطة كيف ما كتلاحظوها هي فين. هذه هي الدخله ديالها، الدخله للاشاره راه مجانا. كاين باركين، كاين عده يعني مرافق، يعني فين يمكن الواحد ياخذ راحته. الشاحنات كما قلنا كيجيو من هذه المقالع ديال الرمال، منها ما يزود هذا المعمل بالمادة الخام على اساس انتاج الاسمنت، منها من يزود يعني بعض الشركات هنايا اللي كتصنع ولا اللي كتشتغل في مجال مواد البناء. والطريق ديال صدينا الرئيسيه هي هذه، بحكم ان الطوبيس كيجي من هنا. هذه شي شويه مختصره على الطريق اللي كتدي على الطريق الوطنية اللي رابطة ما بين تطوان وطنجة. المناظر هنايا جد خلابة، زوينة بزاف. كاينين جزراف، كاين هكذا غابات صغيرة يعني تختلف الأنواع ديال الأشجار ديالها، من عرعار، صنوبر، كاليبتوس، وأحيانا كنلقاو البلوط. زوينه، السكان ديالها معظمهم انهم كيتزاولوا المهنة الفلاحة وتربية المواشي بصفة عامة والزراعة المعيشية. كنا تكلمنا على السواق. السواق هنا ديال المنطقة عندهم واحد الصبغة شبه يعني خاصة. علاش؟ لأنهم أولا يعني كيعرفوا واحد
واحد حنا اللي معروف عندنا هو انه السوق مثلا ولا سيما ديال الكسيبه ولا ديال البقر يعني كان 9 و10 على ابعد تقدير كي صافي ما كيبقاش. الا بغيتي يعني تشري شي حاجه خاصك تمشي بكري، وربما احيانا راك توصل حتى اللي تمشي مع الفجر، تمشي قبل الفجر. ونفس الشيء حتى بالنسبه للسواخه كيمشيو بكري بزاف. هنايا الملاحظ انه كيبقاو هنايا حتى 12 حتى يعني اذا كان السوق فيه الكسيبه وفيه البقر راه كيبقى عامر حتى 12 حتى تفيق على خاطرك وتقدر تمشي تقدا يعني اذا كان عندك مناسبه اسبوع عرس داكشي اللي كان بلا ما نهضروا على العيد. العيد خلاص هذيك راه حاجه طبيعيه كيبقى السوق عامر. هنا لا، هنا حتى الايام العاديه في جميع السواق غنمشيو دابا نلقاو يعني السوق ممتلئ عن اخره، علما بان دابا 10 ديال الصباح وكيبقى هكاك حتى كيخرف مع الخضره ويخرف مع المواد الغذائيه الى غير ذلك. هذا هو الامتياز الاول ديال هذا السوق اللي هنا ديال الشمال. اضافه الى كاين يعني واحد كتلقى واحد الجهه ربما مختصه ولا خاصه بالنساء ديال هذه المنطقه كيجيبوا دوك الاسلحه ديالهم اللي هي عباره على خضروات وربما احيانا الفواكه. ومهم داكشي اللي كي الزراعات المعيشيه ديال هاد الناس ديال هنا ديال هذه المنطقه. بعض الحالات ولا بعض المرات كتلقاهم لابسين واحد اللباس موحد اللي هو كيتجلى في اللبسه ديالهم، داك المنديل ديالهم اللي محزمين به، الترازه ديالهم اللي عندها واحد الطابع خاص يعني ماشي بحال الترازه ديالنا حنايا عاديه مصوبه من العزف وصافي. هذه ديالهم هما عندها واحد لا من ناحيه ديال الخدمه ديالها ولا من ناحيه ديال الزخرفه ديالها ولا من ناحيه ديال الشكل ديالها اون جينيرال. كما قلنا كاين هاد الخصوصيه هذه ديال انه واحد البليصه مختصه لهاد العيالات يعني ديك المسائل البلديه من عشوب من كرموس من واخا يعني اللوكس ديالها كان اللوكس ديالها راه كتكون الكرموس الخضراء كان ماشي اللوكس ديالها. دابا عندها بحاليه كتلقى عندها من الكرموس يابسه، كتلقى عندهم مثلا جيوجات، كتلقى عندهم بويضات بلديين، كتلقى عندهم وداكشي غير صغير غير قليل ولكن متنوع عندها بزاف يعني الامور اللي هي ذات الطابع البلدي وذات الطابع يعني الطبيعي محض 100%. وصلنا دابا لهذا المطار ديال صدينا ديال عفوا ديال لافارج، المعمل ديال لافارج هو هذا. انا غلطت شي شويه في الطريق ما عليكش، انا كان عليا نمشي مع الطريق الرئيسيه ولكن دابا عادية جدا احترموا القانون ديالنا والسلام على ما تقف غادي نوقفوا. كما قلنا الناس هنا كيتعاطوا يعني تربية المواشي والدليل هو قدامنا، هما الناس غادي مجددوين ديالهم غادي يرعوا المعيزات. الناس يعني عندهم حياة بسيطة هنايا. هذا لوزين ديال المعمل ديال الاسمنت ديال لافارج اللي هو هذا. دابا راحنا على مشارف جماعة صدينا. هذا الطريق هذه بالضبط كتعرف يعني واحد الاكتضاد كبير وكبير جدا ديال الشاحنات الكبيرة، ذات الحمولة الكبيرة، الرموكات زعماتك، يعني لا تخلو من ها انتوما غادي تشوفوا دابا معايا، ها الشونتيو، وراه فين الآخر غادي قدامي، يعني هذه هي كتعرف الرياح قوية على مدار السنة، ها الفرافر هنا الفوق ديال إنتاج الطاقة الكهربائية. هادو هما هادو الله اعلم في الملكيه ديال لافارج بحكم ان دوك لي موتور الكتريك ديالهم مكتوبه فيهم ديجا لافارج. ايوا هنا ما كاينش حاجه كتحرك تقريبا يعني من غير الرموكات 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 الرموكات، لان هنا كلها كريانات كلها مقالع ديال الرمال. ربما ماشي كتفورني غير على تطوان فحسب بل في المنطقه ككل، ولعل يعني اهم الموارد ديال هاد الجماعه القرويه هما هاد المقالع ديال الرمال. هادو الترونسبورات ديال
اللي كيجيبوا الناس ديال هاد الدواوير المجاوره هنا للسدينه باش يقراو، حيت هي كانت عندها تما واحد المدرسه جماعاتيه في دوار اللي هو جماعه اصلا، يعني فيه الجماعه الصدينة. ها هو الدخلة ديال الصدينة هي ديال البلاكة الصغيرة، صدينا العنصر. هذا العنصر تا هو بدوره انه دوار على مقربة من مدينة هنا، عفوا من جماعة الصدينة. قلنا هذا الطريق يعني كتعرف واحد التوافد كبير وكبير جدا ديال هذا النوع من الشاحنات. الطريق بدورها انها كتعدي الخميس لانجرا، كيف كاين عندها جوج طرقان يعني من مدينه تطوان، كاين هذه ديال صدينا، وكان بامكاننا ندخلوا في وسط صدينا وندوزوا على العلويه وعاد نخرجوا على الشركه ديال الجيتير اللي هي مختصه في اصلاح الطرقات، في اصلاح وانشاء الطرقات، ونخرجوا من تما. وعندنا هذا الحل هذا هو لاننا نمشيو يعني على هذا الطريق. هذه هي فين، هذه شي شويه مزيانه لانها كبيره. كما انه كان بامكاننا نمشيو يعني على الطريق الرئيسيه، يعني كما قلنا تهربنا من ديك الطريق لان كتعرف الاصلاحات دابا كثيره، غادي يديروا تما على ما سمعت غادي يديروا تما شي نفق على مستوى اوتيل بالوما، داروا شي انفاق يعني، وفعلا كان التاثير ديالها ايجابي جدا. كان الاولي في الرمانه، والثاني في المحطه الطرقيه، والثالث في المدار اللي كيدي للواد لاو. ودابا حاليا راه مصدد انشاء النفق الرابع في مدينه تطوان، دابا باش يخفوا من داك الضغط ديال لا سيركولاسيون، لا سيما في الصيف انا كتعرف المدينه توافد كبير كبير ديال الزوار. متبعين هذا الرموق وصافي، ما عندنا ما نديرو. القانون ان الخط هنا عامة متصل، وهذا الطريق كدور في بلاصتك، كتمشي عاوتاني ترجع عاوت تمشي وترجع وهي غادية دايرة بحال الحنش. الرؤية شي شوية ما تبقاش واضحة لأننا جينا مقابلين مع الشمس ديال 10 ديال الصباح. هذا حنا ما تعطيني لا ضو لا والو، القانون القانون. ملي نجبرو الخط تقطع بلا ما تقول لي بحال دابا. تحياتي 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 دابا واخا. أنا مزيانة بزاف، طبيعة تبارك الله لعلك ترضى، مناظر يعني روعة. وكيما قلنا الطريق هيك كتمشي في بلاصتك، حنا دابا راجعين عاوتاني الكاميو جاي من الفوق. ان شاء الله الرحمن الرحيم السوق ديال خميس انجرا، خميس انجرا خميس انجرا. وهاد الطريق يعني كتخرج يعني كتوصل لخميس، وكتخرجك تقدر تخرجك للملوسه، تقدر تخرجك للقصر الصغير، يعني راه ماشي حدها حد الخميس انجرا. هذيك هي كتعتبر الطريق الرئيسية ما بين تطوان والقصر الصغير، مرورا بسد الروز أو سد الله أعلم يسمى
الحسن بن المهدي ولا شنو. المهم كاينه شي كلمه ديال المهدي، ولكن معروف محليا بسد الرز. كاين شو ديال الطريق، هانتوما تشوفوا يعني الاطفال الصغار مساكن غاديين يمشيو يسرحوا الكسيفه ديالهم. بيني وبينكم كيعجبني يعني هذا المنظر بزاف، لا سيما وانني راعي تحت طاح اسناني، يعني كيفكروني في الايام الخوالي. رعينا القيراط، رعينا كسيبه، رعيناهم بجوج مجموعين في طاقه واحده. اي والله يثبت العمل لنا ولكم ولسائر المسلمين اجمعين. الطريق كتعجبني بزاف، نتوما كتشوفوا فريجه بالرغم من انها طويله وشويه يعني فيها المعارضات كثيره، ولكن الواحد يمشي على قد طوالو على قد جهدو. ما زاربنا حتى شي واحد، ما مجرع علينا حتى شي واحد، السلامه هي كل شيء. والواحد دائما في اي سفر ديالو كيف ما بغى يكون قصير ولا طويل يحاول يمشي وكانه مساري، ما يديرش نصب اعينه واحد الوقت محدد فاش انه يوصل. السلامه هي كل شيء، كما قلت يمشي بساري، يحترم داك الشيء اللي كيقول باللايك، يحاول يحترم ايضا يعني اوقات الراحه ديالو. ما فيها باس الواحد مثلا يحس بشويه العيا ولا يضرب واحد المده معينه من الوقت في السوبان ولا في السياقه ديال السياره ديالو، يتوقف ويرتاح، يغسل وجهه، يدور، يتمنظر. المهم ما غاديش نقول له انا شنو غادي يدير، انما راحته هي الاولى. اما السفر ولا الوصول راه كما قلت الى اعتمد هذه الطريقه هذه راه غادي يوصل في حفظ الله ورعايته، ونتمنوا السلامه للجميع. كيف ما قلت ها كاميو واحد اخر عاوتاني غادي قدامي، هنا هي الكاميونات، ما كاينش شي غير الكاميونات. ايوا هذا مكان دابا ما بقى لنا والو، غادي نخرجوا بالطريق الرئيسيه اللي كتربط ما بين تطوان وخميس مجرى. الدوار ما عرفش شنو السميه ديالو، هذا ما عرفش السميه ديالو. الكاميونات ثم الكاميونات، ولا شيء غير الكاميونات. كنا دابا ندوبلو هاد السيد، واحد الرموك واحد اخر عاوتاني ما يجي. يا الطريق المخصصة للرموكات والسلام، غير انا اللي راني هنا يعني هاجم عليهم وصافي. كاين هنايا واحد مفترق الطرق الى مشينا على اليسار نرجعو لتطوان ولا نشدو الطريق ديال طنجة. كيف ما قلت سابقا الى مشينا على اليمين السوق ديال الخميس والقصر الصغير بما في ذلك من لوسا. هادي دايرين هنا علامة قف، واخا سيدي هي الاولى، ها هي زيد القصر الصغير 33 كيلومتر، ونفس الشيء الى بغينا نمشيو لطنجة من هنا 68 كيلومتر، عكس الاتجاه الاخر اللي هو على اليسار كاين غير شي 56 كيلومتر، يعني شي 12 كيلومتر الفرق. القصر الصغير مازال له من هنا 33 كيلومتر بالضبط.
واحد السيد غادي يمشي يرعى الحميرين ديالو، أعانه الله. كنا تكلمنا قبيله على الطريق اللي كدوز من الجهه الاخرى، يعني كدوز في وسط الصدينا وتدوز على العلويه، وقلنا كتخرج في الشركه ديال الجيتير. الشركه ديال الجيتير هي هذه اللي هي قدامنا، كتبنى هذه البنايه هذه اللي هي على شكل الله اعلم الى هي مطعم ومقهى، ربما فيها حتى المبيت. والشركه ها هي البلاكه ديالها كبيره حمراء ديال الجيتير. شركة الأشغال الكبرى للطرق. خويا يسمح لنا صافي. كنعرفو شاي ما نقدرو فيه نعزو. هادي هي دابا الطريق. دابا حنا في الطريق الرئيسية كما قلنا، لي كترت ما بين تطوان وخميس لنجرة. هادو هنا عاوتاني كنلقاو غير المعامل ديال اجور لي اجور لي اجور لي اجور. عند الناس هنا ما كيتعطاوش للطوبيه بحالنا حنايا. ونقدر نقول لكم انا دابا هادي 7 سنوات وانا هنايا في هذا الشمال، ما عمرني ما شفت شي طوبيه غير لي اجور، كيبني غير لي اجور. الشركات هنا كثارين بزاف ديال لي اجور. واش التربه ديالهم يعني هكاك هي يعني صالحه غير لياجور؟ واش ما فهمتش علما بان عندهم الرمله كثيره زعما، غير هما كيتعطاو غير لياجور. غير هو على فكره لياجور ديالهم ماشي بحال ديالنا حنايا، لياجور ديالهم هما كيخويو بلا بان، يعني بحال كيخويو الحجر ومع ذلك ما كيتهرش. الدرازات كتهرس واحد الحبه جوج بالفياج كامل، كان خوي نيشان عادي. حنا ديالنا لا، حنا كنظن ديالنا الا هرس الا خوينا هكداك ما تلقى فيه ما تلقط وما تلقى فيه ما تجمع بحال البيض. علاش الله اعلم، واش من لا كاليتي ديال التربه، واش المميزات ديال التربه، واش الله اعلم، واش الطريقه ديال يعني الصنع ديالو، واش كيفاش الله اعلم. المهم هادي شفتها انا تارت الانتباه ديالي انه الكاميو كيجي مشارجي كاميو كبير، سواء يعني من النوع الكبير ولا من النوع الصغير، ما عنده مشكل بسم الله ويقلب لبان وتسمع التكركير. والياجور كيبقى هو هذاك على مستقضاه. انا دابا قربنا للحرس الملكي. الحرس الملكي هنا مختصين هادو غير في تربيه الخيول. واحد المنظر يعني نتمنى انني نشاهده دابا وتعيشوا معايا هذه اللحظه، وهو انه احيانا يعني كيكونوا ماشي يديهم يرعاو ولا غادي يجيبوهم وكيقطعوا الطريق. يعني فاش كيقطعوا الطريق يعني انك انت كتضطر انك توقف، لان تبارك الله الخيل كثير بزاف، واللي كيشهي واللي كيثير الانتباه ديالو هو انه دوك العودات ودوك هما معظمهم عودات، ما كي الذكور ما كيبانوش فيهم، وكلهم متبعين وليداتهم صغيرين. الشكيلات واللوينات سبحان الله العلي العظيم. وغالب الاحيان كنلقاهم كيرعاو هنا في هذه الضيعات. هي هذه كما قلنا ديال الحرس الملكي، هي هذه ها هي فين الباب ديالها. وهنا خصيصا في تربيه الخيول، ها هما هنا يعني الجنود كيقوموا بعمليه التطهير ديال والتنظيف ديال هذوك نقدروا نسميوهم يعني مرآب، ماشي مرآب، مشالي الكوري بالعربيه كيقولوا له، المهم الكواره ديال 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 الخيل. تلقى منهم من اللي كيخرج الغبار، اللي كيفرش التبان، اللي كيعطي الماكله، اللي كيجيب الماء باش يشربوا دوك الخيل. دابا ما لقيناهمش نظرا وخلال الناس الصباح، مازال شي شويه ندى حتى كتشمش الدنيا شي شويه مزيان وكتحيد داك الندى، عاد كيتلقوا دوك الخيل دوك العودات. وكثارين تبارك الله، ماشي زعما تيك داكشي قليل ولا، يعني واحد المنظر هائل جدا. ما عنديش كيفاش ندير نوقف، لان الزر اصلا عالي، كاينين هنا على جنبي ديال اليمن داكشي ديال
تبارك الله. ولكن بعادين يعني تا الصورة ما تجيش واضحة، واخا أنني نصور كاينين ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيوا تمنيت أنني نوريكم داك المنظر، ولكن أنا دابا كما قلنا السياقة كيتعذر بعض المرات أنك دير التغطية ديال كل شيء، لأنك حاضي الطريق هي الأولى. لا سيما أن الطريق عمر شوية، يعني راه من موراي واحد السيرفيس ديال عباد الله، راني راني محبسهم هادشي كامل باش نسجل لكم هذا هاد الشريط. وحتى السرعة هنا محدودة في 60، يعني ما عندها ما ديروا، اللي بغى يخرق القانون والله يشان في الفيديو. وها الطريق قدامها واحد منهم كيضوبلني علما بانني انا غادي ب 60. ايوا على كل حال نتمنى له السلامه والجميع. ها نفس الطاكسيه حتى هي مشات، اللهم بارك، الله يكتب السلامه للجميع. الان نحن على مشارف خميس لانجرا، خميس لانجرا قربنا للسوق. هاد السيكانز ولا هاد الاكسبريس بدورها غادي للسوق، راه محمله بالبضائع. ايوا هادي هي الطريق ديال دابا، حوالي نصف ساعة هاد المكانة منين خرجنا من مدينة تطوان، وتحديدا من طابولة. دابا مرات 31 دقيقة بالضبط، وحنا طالعين دابا في 32 دقيقة 32 هادي. الطريق مازال شي شوية، مازال شي بضع كيلومترات، ما تعداش 3 كيلومترات باش نوصلوا للسوق. الفيلاج كما كتلاحظوها هو دابا قدامنا، يبدو جليا. الطوبيس قلنا قبيلة 25 ديال صدينا تطوان، ها هو جاي، ولكن هذا 24، بمعنى هذا راه كيمشي لبلاصه وحده اخرى غير هو كيمر من صدينا. عفوا غير هو كيمر من خميس انجره، سمحوا لي ما عرفتش علاش صدينا هي الاولى كنلقاها في الطرف الثاني. حنا دابا وصلنا تقريبا لواحد مفترق الطرق، واحد كيأدي مباشرة داك السد اللي قلنا اللي هو حسن المهدي، وقيل حسن المهدي. حنا غادي نتأكدو دابا من البلايك. الطريق اللي كتدي السوق ديال خميس انجرة والفيلاج، قلنا داك السد سميتو مولاي حسن بن المهدي، مولاي حسن بن المهدي. هادي محطة ديال الوقود ديال زيز. او كما كتشوفوا دابا حنا على مشارف الفيلاج، والسوق جا غير بعيد عن الفيلاج، ابروكسيميتي دي فيلاج خميس انجرا. اي شتي كنعتذروا الا كنا خطانا في شي معلومه ولا قصرنا، يعني ما عطيناش المعلومه كامله، ان احيانا ان كتكون يعني هكذا في الحالة ديال كتكون يعني كتسوء في السياقة، كيجي شي حاجة اللي كتبيرتيربيك ولا حيت لا كونسونطراسيون التركيز كيكون ناقص شي شوية. ولكن عموما كنحاولوا ان شاء الله نكونوا في مستوى التطلعات ديالكم، وكيف ما حنا فادونا بعض الاخوان والناس مشكورين، حنا كنحاولوا نفيدكم. حنا دابا كما كتشوفوا الناس واجده في السوق، هذا هو الفيلاج، السنتر ديال الفيلاج ديالهم. نمشيو دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم للسوق، وغادي نضربو
شي طويله تمنا. على فكره المهم اخوكم في الله مبلي بالسواق وعزاز عليا السواق، ولذلك كنكون جالس معاه كنزقلت شي سوق. شنو نقول لكم دابا، هذه 10:23 وهذا الراجل يلاه جايب يعني النعجه ديالو ولا الخرفه ديالو باش يبيعها، بمعنى ها تما كما كتشوفوا ها الكسيبه باقي كدور في السوق. شوف تبارك الله الكسيبه منين باديه، ها الكسيبه الخرفان جديان اخلاها بحكم المنطقة يعني ديال الجبالة، كتعرف هذا النوع ديال التربية ديال 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 المعيز. المعيز تبارك الله طايحة به الشتاء اللهم بارك، ومازال علما بأننا مازال ما وصلناش للسوق الرئيسي، يعني البلاصة فريمون المخصصة للبيع المواشي، هذا غير في الباب. وهذه كما قلت دائما هذه راه يالله يالله 10:25 او لا 10:24، وانتم كتشوفوا تبارك الله يعني عدد ديال الرؤوس ديال الاغنام وديال ديال الماعز. زيد اخونا زيد بلاد اخرى عندك فين انت، سير الله سير 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 سير. سير يا اخي سير انت حشمان. واش تشيو واش هاد الشيء كدير؟ ايوا زيد اخونا يديك الله. ليميت ليميت. ايوا الله يكتب السلامة للجميع، هذا ما نقوله. دابا عاد ماشي ندخلو في السوق الصحيح، يعني في البلاصة مخصصة لبيع المواشي اللي هي هذه هي قدامنا. هذه اللي على يدنا ديال اليسار هو لابريكاد ديال الجندار، وهذا السوق الرئيسي ديال الكتيبه. هانتوما كتشوفوا شحال تبارك الله عامر كيف ما قلت قبيله، ومازال دابا غنمشي نضرب انا ان شاء الله الرحمن الرحيم دوره في السوق ونتسارى ونتقدى له الخدمه نتقدى، وغادي نجي وغنلقى السوق باقي ممتلئ عن اخره كما كتشوفوا بالمواشي. ها انت لدرجه انهم كيقطعوا تقريبا كيسدوا كاع الطريق هنا على واحد 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 المدرسه اللي هي اعداديه. الخير دي مولانا، المهم كاين الخير اللهم بارك، كاين الخير اللهم بارك. سير اخويا سير الله يصلح، سير 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 الله يسخر يسخر المسلمين اجمعين. هذا تبارك الله دابا ما بقى لنا الا غادي نباركيو. كيتباع هنايا البال، كيتباع هنايا كاع المسائل ديال يعني المتعلقه بالفلاحه وتربيه المواشي. هذه هي المدرسة اللي علاش هضرت لكم اللي هي الثانوية، هنايا ثانوية خميس نجرة ولا كيسموها بعداتك ثانوية خميس نجرة التأهيلية. دابا غادي نحاولوا ما امكن نباركيو، نشوفوا هنا شي بليصة من مر الكاميو هذي كيخرجوا من قدامك. واخا ايوا سيدنا السلام عليكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نكون عن حسن الظن ديالكم وحسن الظن الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.